السلام عليكم. نكمل الحديث على التكنيكس، أساسهم بي سي آر، ولكن طبعا بياخذوا أسماء مختلفة. طبعا هنا هوت ستارت بي سي آر بكلمتين مختصرات، إنه إحنا بنبدأ البي سي آر بتمبرتشر عالية، يعني إحنا بنعرف عندنا 95 اللي هو الديناتشريشن. اوكي، نبدا التيوب، نضع التيوب في الجهاز وعندنا 95. وذكرنا كمان في مختصر الحديث هنا انه في عندنا بعض الكتات في البي سي ار بيجي بيكون عندنا فيها انتي بادي. تمام، انتي بادي مع ايش؟ في نفس الانبوبه الانتي بادي بيكون رابط على الاكتف سايت بتاعت الانزيم. في عندي ال 95 طبعا بصير عمليه ادينا ريليزنج لهذا الانتي بادي، وبيبدا البي سي ار رياكشن يشتغل والانزيم يشتغل. هذا بسموه هوت ستارت بي سي ار. عندنا مفهوم اخر اسمه قليل سبيسيفيك بي سي ار. قليل سبيسيفيك بي سي ار، القليل سبيسيفيك بي سي ار بسموه امبليفيكيشن برضه ريفراكتوري ميوتيشن سيستم. انه هذا دايجنوستيك، انه لما بكون عندي حاجه بسموها سنجل نيوكليوتايد بوليمورفيزم، سنجل نيوكليوتايد بوليمورفيزم. بتذكروا لما ذكرنا انه احنا ممكن نستخدم ريستريكشن انزيمز في عمليه الدايجنوسيس. تمام، وقلنا مثلا لو بدي اعرف انا هذا عنده سيكل سيل انيميا وما عندوش سيكل سيل انيميا، طبعا سيكل سيل انيميا في عندي تشينج في النيوكليوتايد، ممكن يكون هذا عند سيرتن تشينج يعمل كات سيرتن انزيم، ولما بكون نورمال مثلا ما يعملش كات او العكس. فهذا عباره عن دايجنوسيس. الان طبعا ممكن احنا هو يعني بحب اتحدث اقول انه دائما المولكولار تكنيكس تو تكنيكس نيدد از نيدد تو تكنيكس ار نيدد في عمليه انه يعمل الايدنتيفيكيشن او الدايجنوسيس على استعمال الكونفيرماتوري في هذا الموضوع. فبيجي عندي تيست اسمه سنجل نيوكليوتايد بوليمورفيزم تشيك اب. كيف هذا بياتي عندنا؟ هذا هحاول اطلع على الصوره على اساس اختصر برضو الحديث هنا. تمام، بالشكل الموجود عندي خلينا نطلع عنا على الصورة هنا. اللي بيحصل عنا في ال الليل سبيسيفيك بي سي ار امبليفيكيشن فراكتوري ميوتيشن سيستم، انه انا اذا كان عندي هنا في عنا ميوتيشن، تمام، هذا اعتبر عندي نيوكليوتايد فيها ميوتيشن، وهي عندي الستراند موجودة عندي. الان تروح انت بتعمل ديزاين، تمام، اكسبكتد انه there is ميوتيشن. تمام، الديزاين هذه اوكي بحيث انه يكون النيوكليوتايد اللي هتربط مقابل للنيوكليوتايد اللي فيها صار ميوتيشن تكون وكانه في عندنا ميوتيشن. تمام، يعني بمثلا لو انا جيت طلعت كان عندي هنا في النقطه البيضاء انه هذه عباره عن تي، تمام، محل السي، معناته بكون هنا عندي الكومبلمنتري تاعتها عباره عن ايش؟ عباره عن اي. واضح بشكل او باخر. طيب هذه برايمر، في عندي طبعا برايمر اخرى بشكل او باخر. الان ايش بصير عندنا في القليل في الامبليفيكيشن فاكتوري ميوتيشن سيستم؟ بصير في عندنا ديزاين انه بنروح بحضر البرايمر اوكي فيها تو مس ماتش. تمام، الاولاني طبعا على اساس انه يكون عندي مس ماتش بمعنى انه محضر للميوتيشن، وكذلك بعدها تقريبا باربع نيوكليوتايد. اوكي، او بالمعنى الاصح خلينا نقول كالتالي، عفوا النيوكليوتايد هنا هذه اللي فيها اللي هو الميوتيشن، معناته هذه عباره عن نيوكليوتايد مطابقه للميوتد نيوكليوتايد. تقريبا قبلها باربع نيوكليوتايد من البرايمر من التري برايم بروح بصير عمليه ديزاين لنيوكليوتايد تكون نون كومبلمنتري لمين لهنا. يعني مثلا هذه نورمال وهي عبارة عن سي، بتروح انت بدل ما تحط هنا جي، تمام، بتروح تحط مثلا اي. تمام، لو صار عندي الرياكشن انا وكان عندي هذا النوع من البرايمر الذي يحتوي على نيوكليوتايد كومبليمنتري للميوتانت نيوكليوتايد وكذلك نيوكليوتايد مس ماتش، تمام، في حالة ما بكون عندي اذا كان عندي نورمال الستراند، تمام، هيكون عندنا كم واحد مس ماتش، هيكون عندنا بس واحدة مس ماتش لانه هذه ما صارش فيها ميوتيشن. واضح؟ ما صارش فيها ايش؟ ميوتيشن. تمام؟
الآن أعيد تاني. إذا كان عندنا هنا هذا عبارة عن تمبليت، في اعتبرها أنا ميوتنت، أوكي؟ فإحنا في عندنا نيوكليوتايد موجودة، عفوا إذا كان هذا نورمال، عفوا نورمال، إذا كان هذا نورمال معناته هذه النيوكليوتايد نورمال وهذه عبارة عن ميس ماتش، تمام؟ الآن البرايمر اللي إحنا حضرناها وكأنه فيها عبارة عن نيوكليوتايد ولا الميوتنت، إذا كانت ميوتنت طبعا هذه نورمال، أو عندي نيوكليوتايد كمان أخرى للميس ماتش. فلما بيجي بتشبك البرايمر على التمبليت وفي عنا تو ميس ماتش، صار تو ميس ماتش لأنها نورمال، فمعناته البرايمر مش هتمشي في موضوع الدي ان اي سينثيسيز وحيمشي عند الار ان اي بوليميريز، الدي ان اي عفوا بوليميريز. ليش؟ لانه البرايمر مش هتمسك على اللي هو التمبليت زي الناس. لكن اذا كانت عندي البرايمر، تمام، ايش يعني؟ هنا في عنا موجوده عندي نورمال، اوكي، هنا عنا قلنا عباره عن ايش، هنا ميوتنت سوري، وهنا مس ماتش، هنا عبارة عن إيش؟ نيوكليوتايد أساس إنه عندي فيه ميوتانت، وكان عندي هنا ميس ماتش قبلها بأربع نيوكليوتايد، اعتبر هذه ميس ماتش، أوكي؟ فمش هيكون في عنا مشكلة في الحالة هذه. ليش؟ لأنه وان نيوكليوتايد فبتمشي الأمور، واضح؟ عندي وان نيوكليوتايد فيها بروبلم، ففي الحالة هذه ما فيش عندي أي مشكلة، تمام؟ وهذا الأساس بيحصل عنا. إذن خلينا أعيد تاني إنه هنا one nucleotide mismatch، تمام، one nucleotide mismatch اللي أنت حضرتها، تمام، one nucleotide إيش mismatch، هنا في عنا إيش two nucleotide mismatch، أوكي. بس أنا one nucleotide mismatch لأنه هذه التمبلت برايمر ما لها فيها طفرة، فعشان هيك النيوكليوتايد اللي عقبالها it's okay. لكن لو قلنا النيوكليوتايد اللي قبلها بأربع نيوكليوتايدز، تمام، ايش هيكون عندي؟ هيكون عندي الوضع مختلف، اوكي. او مثلا نقول انه النيوكليوتايد المس ماتش هنا والنيوكليوتايد النور الميوتنت هنا، تمام، هيحصل انه في عندنا بس هذه المس ماتش هي اللي حتعمل عملية يعني انحراف، تمام، وبعدك حيمشي السيكونس، واضح، حيمشي عندي أنا السيكونس. إذا هذا المقصود في الامبليفيكيشن ريفراكتوري ميوتيشن سيستم، وهذا بيعطيني إشعار إذا كانوا عندي أنا مثلا كروموسوم، تو كروموسوم، كروموسوم من فادر ومن مدر، وبدي أشوف هذه الميوتيشن، بقدر من خلال هذا البرايمر، أوكي، اني اقدر اقول والله اذا كانوا التنين كروموسوم فادر ومضر عندهم، تمام. الان انت ممكن تروح تحضر كمان تيوب وتحط فيها نورمال، ايش نورمال برايمر بدون مسماتش، اذا والله اعطاني رياكشن في النورمال معناته انه هذا الامور عادية، ما فيش عندي انا اللي هو اني بروبلم في الطفرات، اوكي. اذا اعطاني التنين، اذا انا حضرت برايمر على اساس انه انا في عندي ميوتيشن، اوكي، برايمر على اساس انه انا في عندي ميوتيشن، اوكي، الان اذا كان نورمال حيكون عندي واحده مس ماتش وواحده ايش، واحده ميوتنت، اوكي، وعسن هم نورمال فتنتين مس ماتش، فتنتين المس ماتش مش حيجي. اذا لما بكون الفادر والمادر نورمال حيشبك، مش حيشبك نورمال، مش حيشبك عندنا الرياكشن بشكل او باخر اذا كان عندي البرايمر في هذا الديزاين، تمام، اذا كان انا البرايمر بهذا الديزاين، اوكي، بميوتنت. لكن اذا كان عندي البرايمر بالديزاين هذا، تمام، بالديزاين هذا وفي عندي وان نيوكليوتايد مس ماتش، حيمشي عندي النورمال نو بروبلم، طبعا حيمشي عندي الميوتانت، لكن النورمال مش حيمشي اذا كان 2، لو كانت واحدة
حيكون عندي نورمال بشكل او باخر. هنا على فرضية انه هذه هي نفسها هذه البرايمر، تمام، بشكل او باخر. يعني اذا كان التنين نورمال فادر مدر، انه الرياكشن مش حيمشي زي هذا كله. لكن اذا واحد فادر عنده ميوتيشن والتاني نورمال، اذا واحد حيعطي والتاني مش حيعطي، هذا امر واضح في هذا الموضوع. اذا هذا الجانب من ضمن اللي هي عبارة عن تكنيكس نستخدمه، وهذا الكلام كله عبارة عن بي سي ار. نيجي نطلع على حاجة بسموها سنجل ستراند كونفورميشن بوليمورفيزم، وهذا الكلام تحدثنا فيه. واحنا نيجي نرجع الامور بشكل عكسي، يعني احنا مثلا، وتحدثت الكلام هذا بس اعيد عليه بسرعة، انه انا لو عندي انا الدي ان اي موجود وعملنا بي سي ار للارج بيتا جلوبيولين، اعتبروا هذا عندي اللارج بيتا جلوبيولين موجود عندي، وقلنا بدنا نشوف هل في طفرة عند مكان معين في هذا 2 كيلو بيس بير الموجود عندنا ام لا. الان هذا الامر بتروح انت على اساس انت تقدر تتعامل، مش معقول تروح تعمل سيكونس من 1 الى 2000 تقريبا نيوكليوتايد، وهذا مكلف. فبتروح بتعمل ايش؟ بي سي ار، تمام، لمين؟ لاجزاء من هذا النيوكليوتايدز الموجود عندي. يعني هذا عندي 2000 من هنا الى هنا، فانت بتقسمها لفريجمنت 1، فريجمنت 2، فريجمنت 3، فريجمنت 4، وبتعمل بي سي ار في التيوب. هذه لها تيوب، وهنا بي سي ار لها تيوب، وهنا بي سي ار لها تيوب، بي سي ار لها تيوب، وكل واحدة له برايمر. هنا في عندي برايمر، هنا برايمر، وهنا برايمر، وهنا كذلك برايمر، كل واحدة لها تيوب، تمام. هذا الامر احنا بنعمله عمليه التحضير. البي سي ار برودكتس الان لهذه القطع الاربعه، اوكي، احنا بنحاول نعمل انفستيجيشن لهم، فعملنا لهم بي سي ار. الان بعد هيك بنروح بنعمل على نتحدث هنا على السنجل ستراند كونفورميشن بالمورفيزم، بنعملها ران على البولي اكريل امايد جيل اذا ذاكرين الكلام هذا، وبنعمل عمليه الكومباريزون ما بين الكنترول ران، تمام، سواء كان بوزيتيف لنورمال، لا بوزيتيف لانسان مثلا مريض بميوتيشن معين او ما شابه ذلك، او بنعمل ران كمان لنورمال عشان نقارن. طبعا بكون هناك معمول بي سي ار برضه لنورمال، تمام. ايش اللي بيحصل عندي انا الان؟ الفكره بتاعت هذا انه لو كان عندي انا نيوكليوتايد واحده مختلفه، تمام، الان اعتبر مثلا فريجمنت نمبر 1 للبيشن وفريجمنت نمبر 1 للكنترول. اذا كان في الفريجمنت نمبر 1 نيوكليوتايد عند موقع معين، وعملنا ران لهذه الفريجمنت وعملنا ران للنورمال، تمام، هيحصل انه في الموقع هيختلف، يعني كل واحد هتاخد بوزيشن مختلف، تمام. الان البرودكت بتاعت البي سي ار احنا بنعمل له كولينج قبل ما نعمل له ران في الجيل، تمام، نعمل نوع من الديناتشريشن بحيث تكون عندي سنجل ستراند هي اللي ماشيه في وين؟ في داخل ال الموضوع هنا يتمثل عندي بالشكل هذا، اوكي، انه الان في عندنا موجود بي سي ار اس سنجل ستراند كونفورميشن بوليمورفيزم نفس الحدوته. انا لو عندي انا هذا الوضعيه نفسها عندي الليل 1، الليل 2، الليل 3، انا بدي اطلع عليه. مثلا لو انا في عندي الليل نمبر 1 عينه فيها الليلات، الان ممكن هذا الشيء يعمل لي ايفالويشن، مش شرط يكون لميوتيشن، ممكن يعطيك اشعار انك انت عايز تعمل توصيف لطبيعه البوليمورفيزم الموجوده عندي في البابيوليشن، لانه احنا قلنا البوليمورفيزم مش شرط تكون عباره عن طفره، ممكن يكون امر طبيعي عند الناس. فمن هذا الشكل بيعطيني لو كان انا عندي مثلا انسان عنده هذا النوع من الالليلات. طبعا اذا كان هذا عندي الليل موجود هنا والليل موجود هنا، تمام، معناته التنين هذا كروموسوم فادر وكروموسوم مدر، التنين هياخذوا نفس الموقع، هاي التنين نفس الموقع، الليل هنا والليل هنا نفس الالليل، معناته هياخذوا موقع واحد. اذا كان عندي الاختلاف الوضع ايش يعني؟ انه هذا عنده مثلا هنا ايه
وهنا عنده فيها سي، معناته هذا حتكون عبارة عن تي وهذا حتكون عبارة عن جي. فبتوقع أن يكون عندي أربعة سينجل ستراند، يعني أربعة ستراند عندي على الأمر هذا. تمام، هذا الوضع. إذا كان عندي عينة نفس القضية، هذا وضع مثلا ممكن يكون هذا اعتبريه نورمال وهذا اعتبريه أب نورمال. تمام، ميوتنت، فمعناته هيأخذ موقع مختلف عن هذا. تمام، كبوزيشن. ليش؟ لأن النيوكليوتايد اختلفت. إذا هنا نوعا ما ممكن نقول عندي بوليمورفيزم، اتس اوكي. أو ممكن أجي أقول مقارنة مع الأليل هذا، إنه هنا ما فيش عندي أنا هنا في عندي ديفرنت، طبعا معناته حيكون في عندي ديفرنت أليلز مختلفين، عفوا. أوكي، فهنا المقارنة ما بين هوموزايجوس، تمام، إنه هذا هوموزايجوس أب نورمال وهذا هوموزايجوس ممكن يكون نورمال، أو تعتبر هذا نورمال وهذا أب نورمال، اتس اوكي، مش قضية كبيرة. طيب نيجي ل مثال آخر، أو بيقولوا عنا ميتيليشن سبيسيفيك بي سي آر. إيش يعني ميتيليشن سبيسيفيك بي سي آر؟ بقول لي والله مثلا أنا بدي أعمل إيفاليويشن لمين؟ للبي 53 بروتين، وبدي أشوف إذا كان في عندي أنا البي 53 هذا البروموتر تاعه صار في عندي ميتيليشن لمين؟ للبروموتر في مناطق بسموها السي بي جي آيلاند، اللي يعني بسموه ايلاند، مناطق يكتر فيها السي والجي، يكتر فيها السي وايش والجي. فكيف انا بدي اقدر اعمل تشيك اب للموضوع هذا؟ بقول لي هنا انت بتعمل بي سي ار لمين؟ لهذه العينه بتاعت المريض عند هذا التارجت اريا متعارف عليه. طبعا تستخدم برايمرز في الحاله هذه. اوكي، ايش بقول لي هنا؟ بتروح انت بتعمل عمليه تريتمنت، تمام، بصوديوم باي سلفايت للعينه. صوديوم ايش؟ باي سلفايت. ايش الصوديوم باي سلفايت هيعمل؟ اذا كان عندي السيتوسين موجودة، تمام، ومش سير لها اي ميتيليشن، اوكي، it will be converted to uracil. تمام، اذا العينة انا مش عارفها نورمال ولا مش نورمال في منطقة السي بي جي من ناحية الميتيليشن. فاذا كانت العينة السي الموجود في منطقة البروموتر مش ميتيليتد، معناته حيتحول السي الى ايش؟ الى يوراسيل. اذا كانت ميتيليتد، الصوديوم بايسلفايد مش حيعمل عليها اي تغير. نيجي نشوف الشكل كالتالي. الان هنا العينه صوديوم بايسلفايد تريتمنت، والله اذا كان فيها ميتيليشن، تمام، اذا كان فيها ميتيليشن مش حيصير فيها اي تغير، انه السي حتتحول حتضلها السي سي. لكن لو فيها لو ما فيش فيها ميتيليشن، السي هتتحول لمين؟ ليو. الان طبيعه البرايمر اللي احنا بنحضرها، اوكي، البرايمر عباره عن جي سي، هنا عفوا يمكن الرسم مش جاي صح. الان اذا كان انت معد برايمر على اساس انه يكون عندي نورمال، تمام، معناته انت البرايمر تاعتك بدها تكون اللي هي عباره عن بدل بتتوقع انه على اساس يربط على هذا السيكونس. اذا كان عندك صار لها تريتمنت وكانت السي تحولت الى يو، معناته بدك تعمل حسابك انك انت تعمل بدل اللي هو عقبال اليو ايش، لانه اليو قلنا عباره عن تي، بتعمل عقبالها ايش؟ اي. وضع عقبالها ايش؟ عقبالها اي. فهذا اللي بصير عندنا لما بكون عندي انا عامل انت البي سي ار برايمر، اوكي، بحيث انه تكون البرايمر وكانه كله فيها يوراسيل، تمام، معناته انت عامل على اساس انه عندك يوراسيل، اوكي، يعني تحط اي معك بدل عند كل مكان ممكن يشتبك مع اليو، تمام، اكيد حيشبك. لكن لو كان فيها ميتيليتد هتشبك ولا مش هتشبك البرايمر؟ مش هتشبك البرايمر، لانه انت حاطط ايه على جبال سي، وهذا مش منطق. الايه مش هتشبك على سي، فمش هيصير هناك عمليه بايندينج، او يصير عندي نوع من الانيلينج للبرايمر. فمعناته هنا البرودكت هيصير في عندنا برودكت. ليش هيصير مثلا عندي انا برودكت؟ على اساس هنا ذاكر انك انت حطيت وكانه ما فيش هناك صار ميتيليشن، ما صارش في هناك تشينج بالصوديوم بايسلفايد، تمام، على هذا الاساس مش هيعطيني عندي برودكت. بمعنى انه انت مختار برايمر على انه السي حتضلها سي،
عشان هيك اعطاني برودكت. هنا ما اعطاني شيء برودكت لانك انت مختار نفس البرايمر الموجود عندي هنا، وهنا صار في تحول من السي لليو، عشان هيك مش هيحصل عندي برودكت. وهذا اللي بيعطيك اللي هو اذا كان عندك كروموسوم صار موجود فيها وكروموسومات موجوده، فبيعطيك اشعار انه عندي بوليمورفيزم او ما عنديش بوليمورفيزم فيها، مش بوليمورفيزم عفوا، ميتيليشن للسيتوسين او ما صارش. عندي حديث مالتيبلكس بي سي ار. مالتيبلكس بي سي ار برضه سهل، انه انت ممكن تشتغل بي سي ار في 1 تيوب، تمام، في 1 تيوب، وال1 تيوب هذه تعمل فيها مور ذان 1 بي سي ار رياكشن، بس يكون في حسابك انه كل الرياكشن تاعت الفريجمنت مثلا من كروموسوم نمبر 1 ورحت استخدمت فريجمنت من كروموسوم نمبر 4 وهلما جربت اعملهم بي سي ار، اعمل حسابك انه الكونديشن حيكون دسيم، انه من ناحيه الانيلينج، تمام، والناحية طبعا اهم شيء موضوع الانيلينج، وكذلك موضوع طبعا الالونجيشن دسيم، وموضوع اللي هو الديناتشريشن دسيم، فممكن ينتج هذا شغله. الشغله الثانيه اللي تحطها في الاعتبار انه ما يكونوش نفس اللينكت، لو يكون نفس اللينكت كلهم يعطوك نفس الحدوته نفس اللوكيشن مش منطق. اذا لو كانوا عندنا ديفرنت سايزز، تمام، معناته حيعطوك بالفعل ديفرنت لوكيشن، وحيقول لك والله انه المالتيبلكس بي سي ار اشتغل عندي صح واعطاك ماني برودكتس في 1 تيوب على اساس يسموه مالتيبلكس بي سي ار. نست بي سي ار انه بصير في عندنا دي ان اي بدي اعمله انا بي سي ار، ولكن مثلا الان بيجي بيقول لي مين افضل اني اعمل بي سي ار للفريجمنت اللي انا فرجيتك اياهم الان في بتاعه البيتا جلوبولين من الهول جينوم، اعمل الفريجمنت نمبر 1 و3 و2 و4 مثلا، والله اعمل من البيتا جلوبولين جين. فطبعا افضل انك تعمل من البيتا جلوبولين جين، فهذا الاساس بيقول بتعمل انت نستد. ايش يعني؟ بتروح بتعمل بي سي ار للبيتا جلوبولين جين كله، يعني بتحط اللي هو برايمر، بتعمل ديزاين للبرايمر عشان يغطي لك ال 2000 بيس بير 2 كيلو او ال 1600 اللي هو طول الجين، وبعد هيك من هذا البرودكت بتعمل البي سي ار تاعت الفريجمنت تاعتك، فريجمنت نمبر 1 و 2 و 3 و 4، تمام، وحيكون هيك على شغل، خلينا نقول على شغل انظف، بمعنى اصح ما فيش عندنا حيكون انترفيرنس، وفيش عندي كراودد دي ان اي موجود از اهول جينوم. هذا بسموه نستد بي سي ار. نستد بي سي ار. النوع الاخر في موضوع البي سي ار، في حاجه بسموها كوانتيتيف بي سي ار، انه انا عندي بي سي ار عايز اعمل بي سي ار، والبي سي ار هذا بدي اعمل عمليه كوانتيتيف، تمام. يعني مثلا خليني اذكر كابلكيشن، لو انا مثلا بدي اعمل فولو اب مثلا للكورونا فيروس، فولو اب لماليجنانت سيلز بشكل عام، والله كويس اني اشوف الكوبي نمبر، تمام، بشكل او باخر للفيروس، سواء كان ناس عندهم هيباتايتس بي، عندهم كورونا فيروس، تمام، او بلاش نقول كورونا او ما شابه ذلك، فيروس اخر طبعا اذا كان عندي دي ان اي ار ان اي، عفوا في كورونا حوله لدي ان اي، خلينا نقول كدي ان اي مباشره، لان هذا يحتاج الى ريفيرس، اوكي. فحيعمل عندي انا ممكن اعمل كوبي نمبر، وهذا كويس في عمليه المونيتورينج، تمام، انه يعني الان في المستشفيات في يوروب في امريكا وبريتش عندهم تحليل بسموه مينيمال ريزيديوال ديزيز، انه انت بدك تعمل فولو اب. يعني مثلا والله انا بدي اعطي علاج عشان يكون واضح لا انترفيرون للناس اللي عندهم هيباتايتس، والله بنقدر نقول نعطي جرعه كبيره جرعه صغيره، فهذا ممكن انت تعمل ايفالويشن من خلال تشوف قديش في عندنا كوبي نمبر للفيروس، تمام. او مثلا انا بدي اعطي علاج لكيموثيرابي لكانسر لوكيميا كانسر مثلا او للينفوما، فانت ممكن تعمل كوبي نمبر للكلونز، قديش في عندك كلون من الخلايا المانيجلاند، تمام، هل احنا بالفعل شفينا والعلاج اللي استخدمناه 100%، هل الجرعه اللي استخدمناها 100%، اذا مين بيعطيني اشعار وانديكيشن اللي هو قديش في عندي كوبي نمبر، وهذا الكلام بقدر اعرفه من خلال الكوانتيتيف بي سي ار، تمام، ومن خلال حاجه يسموها ريال تايم بي سي ار. الريال تايم هو عباره عن جهاز بيعمل لي بي سي ار، لكن بيقدر يقول لي عند سيرتن كوبي عند سيرتن سايكل
قديش او سيرتين تايم، طبعا في المدى بتحكي عن سيرتين سايكل، قديش عندنا اللي هو كوبي نمبر وكيف وضع الرياكشن ان جنرال. هذا اللي سميناه ريال تايم، او هو عباره عن كوانتيتيف ريال تايم بي سي ار. الان ممكن انت تشتغل الشغل زي ما ذكرنا موضوع الكورونا، ممكن انت تعمل اللي هو عباره عن تحول الار ان اي لا دي ان اي، بيعطيك كومبلمنتري دي ان اي، وفي نفس الوقت طبعا هذا بتحتاج الى جاست وان سايكل، تحول الار ان اي لدي ان اي تمام. وبعد ما يتحول الار ان اي لدي ان اي تمام، ممكن انت في الحاله هذه تعمل بي سي ار وتشوف كم كوبي نمبر عندك، ولانه طبيعه الدي ان اي هو بيعطي دلاله بطبيعه اللي هو الار ان اي. وطبعا هنا حيكون عندك انت كنترول، لانه العمليه حتكون محسوبه من خلال كيرف، يعني بكون انا في الاصل عندي في التعامل مع هذا الايفالويشن من خلال عندي كنترول بسيرتين كونسنتريشن. يعني معروف انا والله انا عندي مثلا كنترول لبيتا جلوبيولين جين عند سيرتين مثلا مايكروغرام، نص مايكروغرام، 20 مايكرو، نص مايكروغرام مثلا، 100 نانو، 20 نانو، 10 نانو، وبيعمل عندي كيرف بشكل او باخر، وهذا بيعطيك قديش كوبي نمبر تمام بشكل او باخر لكل كوانتيتي انا بديت فيها من الرياكشن اللي انت اخذته طبعا تاعك. وبتشوف كمان عن العينه تاعتك انت اللي اخذتها للمريض، وحيقع وين الموقع بتاع في الكيرف هذا الموجود عندي او في الستاندرد كيرف اللي هي العينه ذات يو ار انترستد ان، زي ما هنشوف في الفيجر ليتر اون تمام. اذا هذا الكلام بيحصل عندنا، ولكن بيجي بيقول لي هناك اوجه للتعامل مع الريال تايم بي سي ار. ممكن تستخدم سايبر جرين تمام، او تستخدم عباره عن فلوروفور كونتيننج دي ان اي بروب، بقول عنها تاج مان، يعني عباره عن بروب نوع من انواع النيوكليوتايد اوليجو نيوكليوتايد، عليها ايش سيرتين فلوريسنس ماتيريال، حنكون نوضح الامور بشكل او باخر ان جنرال تمام. طبعا هذا الكلام بنحضره، وكانه انت بتقول لي بتشتغل الريال تايم بي سي ار على عده اوجه. الوجه الاول دي ان اي بايندينج ايجنت، انه في عندنا جرين اسمها سايبر جرين، يعني داي، الداي هذه بتكون عباره عن سايبر جرين. بنسمع بالايتيديوم برومايد، الايتيديوم برومايد هي عباره عن صبغه. كيف احنا بنشوف الدي ان اي من خلال الصبغه؟ انه الدي ان اي بصير انتجريشن له between the two strand من خلال الاتيديوم برومايد وانت بتشوفه. الان هنا السايبر جرين هي عبارة عن صبغة، كل ما بتشكل عندي دي ان اي جديد بتروح الصبغة بتعمل انسيرشن في هذا الدي ان اي تمام، انسيرشن في هذا الدي ان اي وبعطيني فلوريسنس، يعني بنصير في عندنا الجهاز موجود فيه زي اكزايتيشن اميشن، يعني في عندنا ليزر بيم بيعمل اكزايتيشن للصبغة تمام، وبعد هيك بصير ان الصبغه طبعا السايبر جرين بتعمل اميشن. وهذا كل ما كان عندي اللي هو عباره عن اكزايتيشن اميشن اكزايتيشن اميشن بتجمع في ديتكتور هذا الاميشن، وبعد هيك بصير عباره عمليه اللي هي تناسب طردي ما بين قديش عندي كوبي نمبر وقديش في عندي اميشن من هذه الداي نتيجه الهيت اللي ضربناه بالليزر بيم. هذه فكره اللي هو السايبر جرين. اذا السايبر جرين هي عباره عن داي وهي موستلي يوزد وارخص حاجه تمام، انه الدبل ستراند دي ان اي مع البي سي ار بيكون فيها فلوريسنس ماتيريال اسمها سايبر جرين داي اوكي. وبنقدر نعمل ميجرمنت لمين؟ للانتنسيتي اوف هذه الداي او لهذا الفلوريسنس اللي ممكن احنا نحدده بشكل او باخر تمام. وقديش انا في عندي نمبر بيكون عندي قديش في عندي اللي هو انتنسيتي لللايت اوكي. طبعا هذا الكلام ممكن يعرفوه من خلال كيرف ستاندرد كيرف كان بي بريبيرد فروم ذس ثريشولد سايكل، يعني بيعمل لي زي علاقه ما بين، خلينا نطلع على الشكل هنا عفوا، هنا سايبر جرين ايش يعني؟ عملنا بي سي ار برايمر اشتغل وبدت يصير عندي دي ان اي، يتشكل عندي صار في انيلينج للبرايمر مع اللي هو التمبليت وببدا يتشكل الدي ان اي اوكي.
كل ما في عندنا صار ببناء للدي ان اي من التاج بوليميريز بيبدا يصير انسيرشن للداي، انسيرشن للداي شغال، انسيرشن للداي 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 الى، وفي نفس الوقت ايش بيعمل؟ بيعمل فلوريسنس. يعني كل ما بصير الونجيشن كل ما بصير انتجريشن لمين؟ للداي، وبيعمل انتنسيتي لللايت، وهنا بصير عندي علاقه. هنا الصوره بتوضح لي زي كيرف علاقه، وكانه علاقه عكسيه طبعا لوغاريتميك، والا هو طبعا اكيد كل ما السايكل نمبر بزيد بزيد ايش؟ الكوبي نمبر، بس انا على اساس لوغاريتميك فاجت العمليه وكانه اعطاني ستاندرد كيرف للعينه الستاندرد الموجود عندي، اوكي؟ اللي هو هذا الستاندرد الازرق زي ما احنا شايفين بشكل او باخر، تمام؟ وممكن يكون عندنا عينه موجوده تقع في موقع من هذه المواقع ويعطيني اللي هو قديش في عندي كوبي نمبر من اللي انت ذكرته مقارنه مع الكوانتيتي اللي حطيتها، وبصير عندنا مقارنات في هذا الامر. هذا عندنا كوانتيتيف بي سي ار باستخدام اللي هو الداي، اوكي؟ وهنا بقدر اعطي اشعار انه قديش في عندي كوبي نمبر من الكانسر سيل، كوبي نمبر من الفيروس الموجود عندنا، وهل مثلا اعطاني انطباع انه والله بالفعل العلاج سليم مش سليم، ازود علاج اقل العلاج، هل المريض ممكن يدخل على ريلابس، الامور زادت في التسارع، الامور مش كويسه، هل المريض بدا يشفى. اذا مين بيعطيني هذا الاشعار؟ بيعطيني هذا الاشعار اللي هي عباره عن ريل تايم بي سي ار من خلال تكنيك بسموه مينيمال ريزيديوال ديزيز، زي ما حنشوفه ليتر في اكزامبل في نفس الحدوده. النوع الثاني اللي هو هيدروليسيس بروب. ايش يعني هيدروليسيس بروب؟ بتروح انت بتستخدم البرايمرات موجوده، وبكون عندك انت بروب هدول راندوم بيشبكوا لي على التمبليت، اوكي؟ تمام. وبيحصل عندنا اذا والله عندي انا الان البروب هذا، البروب بروب عباره عن اوليجو نيوكليوتايد تتشكل قولي من 20 30 نيوكليوتايد، في الفايف برايم تاعتها بكون في عندنا ماده موجوده، تمام؟ هذه الماده بسموها ريبورتر فلوريسنس ماتيريال، بقول عنها ريبورتر، موجوده عندنا ريبورتر، تمام؟ في البروب، وقولي في الفايف برايم بتاعت البروب، وفي الفايف في التري برايم في عندنا ايش؟ كوينشر. الان هم موجودين على البروب، طول ما هم موجودين على البروب المواد هي عباره عن ماده فلوريسنس اللي هي الريبورتر، والكوينشر هي ماده ممتصه لهذا الفلوريسنس، تمام؟ طول ما هم على البروب، كويس؟ تمام. الان ايش اللي بصير عندنا؟ لما بيجي عند البرايمر الاصليه بتشبك على التمبليت وبيبدا الانزيم يشتغل. الان هذول البروب موجودين راندوملي على التمبليت الدي ان اي، تمام؟ موجودين ايش؟ راندوملي. اللي بيحصل عندنا هنا وشبكات طبعا على البروب، بيجي بيشتغل اللي هو الدي ان اي بوليميريز، وهو ماشي ببني ايش بيحصل؟ بروح بيبدا يكسر النيوكليوتيد الاولى في البروب تطلع بعيده، تمام؟ واللي بعده واللي بعده وبعده بالكوينشر. الان الريبورتر بيبعد عن الكوينشر. احنا قلنا في الوضع الطبيعي الداي بيطلع فلوريسنس من الريبورتر بيجي على الكوينشر، هنا معناته الكوينشر بصير بعيد، بصير يطلع الداي تاعته. وين بتروح؟ بيجي بصير عندنا بنضرب بالليزر بيم لهذا الريبورتر بلايت، تمام؟ وبعد هيك بصير ايش؟ اكسايتيشن ايميشن، في عندنا ديتكتور بياخذ الايميشن هذا، وبصير في عندنا تجميع لهذا اللايت، تمام؟ تجميع لمين؟ لهذا اللايت، وبصير هناك علاقه طرديه ما بين بالفعل صار في عندي بناء، في عندي بي سي ار، يعني معناته صار في عندي اللي هي وجود كوبي الوت، معناته في عندي سيجنال الوت، معناته في عندنا ديتكشن الوت لا فلوريسنس انتنسيتي، معناته في عندي كوبي نمبر الوت بشكل او باخر. هذا بسموه الهيدروليسيز الموجود عندنا، اوكي؟ تمام. اللي هو هذه الوضعيه اللي احنا ذكرناها في هذا الجانب. هذا تمثيل لمين؟ لموضوع الهيدروليسيز اللي بيحصل عندنا.
هيها عندي هنا وضع عام ما فيش عندنا، لكن عندما تخرج عن النص بصير excitation emission إلها بشكل عام. تمام، هذا بالنسبة لموضوع الهيدروليسيس. الهايبريدايزيشن بشكل مختصر انه بكون عندنا في الهايبريدايزيشن بكون عندنا بروبز موجودة، ولكن البروبز هذول بكونوا قاعدين جنب بعض. ولكن ايش بيحصل عندنا يعني بشكل شوية فانتازيا، بروب في نهايتها بكون في عندنا ريبورتر، والبروب الثانية اللي ممكن تقعد جنبها في بدايتها اللي هي كوينشر. لما بقعدوا جنب بعض اذا الريبورتر طلع داي فلوريسنس لكوينشر بأخده. تمام، في الوضع الطبيعي. لكن عندما يأتي الدي ان اي بوليميريز ويبدأ يعمل عملية البناء، تمام، بيحصل عندنا ايش؟ عملية اللي هو ريليزنج للنيوكليوتيد الاخيرة اللي عليها الكوينشر الريبورتر، فبصير في عندي لايت بيم من الليزر بيعمل هيت اكسايتيشن، بصير عندي اميشن بشكل او باخر، وهيك بيحصل عندنا عملية هو تجميع لايت، تمام، بمفهوم هايبريدايزيشن برو. تمام، ولكن طبعا هذا لا يستخدم، والتكنيكس اللي قبله بتاعت الهايدروليسيس لا يستخدم الوت لانه مكلف اكثر من اللي هو السايبر اجري. هنا بتحدث عن الابلكيشن بتاعت الريال تايم بي سي ار، وهذا الكلام تحدثنا عنه في السابق بانه في هناك اكثر من فائده لهذا الامر في موضوع الانفكشن ديزيز، في موضوع الكانسر، في موضوع المايكرو كلينيكال مايكروبيولوجي لابوراتوري، ممكن موضوع الكنترول اوف ذا ديزيز دراج بشكل او باخر في الفارماكولوجي. هذه كلها امور طبعا ممكن نستفيد منها موضوع ريال تايم بي سي ار. هنا النقطة اللي ذكرتها وأحب أكيد عليها اللي هي شيء اسمه مينيمال ريزيدوال ديزيز. زي ما ذكرت لكم إنه هنا إحنا ممكن نعمل بي سي آر، ممكن نعمل ريال تايم بي سي آر. إحنا في البي سي آر بشكل عام العملية عبارة عن كواليتيتيف، أما هنا بنحكي عن عملية كوانتيتيف. تمام، يعني صعب تعمل عملية اللي هو السيجنيفيكانت ديتكشن لسيرتين كوبي نمبر زي ما تحدث عن موضوع ريال تايم. ومن هذا الباب يعني لو وجدنا مثلا عندنا المثال على سبيل المثال من هوشكنز لينفوما فور اكزامبل، وجدوا انه مثلا السنسيتيفيتي لما نجي نفحص من خلال السيتوجينيتكس 1%، مورفولوجي 5% ممكن يكون عندي هذه السنسيتيفيتي للفحص. يعني نمبر اوف سيلز، يعني هنا سيتوجينيتكس كان طلع على موضوع اللي هو كروموسومال ابنورماليتي، هنا موضوع مورفولوجي، هنا موضوع ميونو فينوتايبين. الان كسنسيتيفيتي ساوترن بلوت طريقه اخرى فيش اللي هي فلورسنس سنسيتيف هايبريدايزيشن، كل هنا انا بكل بتزيد عفوا سنسيتيفيتي الفحص. يعني ايش قصده عمليه الديتكشن لو كان عندنا 3% من 0.3 ل 0.5 او 5% من العينات بيعمل ديتكشن هنا بالفيش، والبي سي ار نفس القضيه 0.00 لو في عندنا مولكيول واحد لكل 1000 او خليه بين كل 1000 خليه ممكن احنا نلاحظ. هناك لو قلنا في عندنا كل 5 1% 5% هنا 5% هذا الكلام في البي سي ار. مثلا اكثر حاجه ديتكشن لو كان عندي 1 in 1000، ولكن زي ما بقول في الملاحظه عندي هنا as the band on agarose gel may represent DNA from 1 or from 1,000,000 it is clinically important to be of value by making quantitative PCR to determine the need of chemotherapy for example. يعني احنا في الحالة هذه أساس احنا بدنا نحاول في البي سي ار بعطيني ولكن بضل كواليتيتيف. تمام، فمعناته احنا لازم نعمل عملية كوانتيتيتيف بشكل بحيث ان نقدر نتعامل مع الديزيز من ناحيه كيموثيرابي ونشوف وين الفولو اب للديزيز، وهل احنا دخلنا في مشاكل ام احنا دخلنا مثلا في ريكفري من هذا الديزيز. فبكون على راس هذه الاشياء اللي هي ريال تايم بي سي ار، اللي هي بالفعل حتكون السنسيتيفيتي عندها بشكل طبعا كبير جدا، يعني ممكن يكون اكثر بكثير من البي سي ار لانك تتعامل مع كوبي نمبر وبيعطيك تحديد للنمبر اوف كوبي وبيعطي دلالات لنمبر اوف كلون من الخلايا. هذا بالنسبة للمينيمال ريزيديوال ديزيز وعلاقته بالريال تايم
بي سي ار. في عندنا الريفيرس ترانسكريبشن بوليميريز تشين رياكشن، عبارة عن زي ما ذكرت الآن ممكن تعمل أنت انفستيجيشن، إنه في الأول تعمل ريال تايم عفوا ريفيرس ترانسكريبتيز رياكشن تمام، وبعد هيك تعمل اللي هو بي سي آر. وهذا الكلام ممكن يحصل عندنا، إنه أنا ممكن كمان أعمل ريفيرس ترانسكريبتيز وأعمل بي سي آر كريال تايم بي سي آر. ريفيرس ترانسكريبتيز يعني أنت عندك بتبحث على ار ان اي، في عندك ار ان اي سواء كان كورونا فيروس سواء كان اذر فيروس ار ان اي اتش اي في فيروس، فممكن تحول هذا الار ان اي الى دي ان اي كومبلمنتري دي ان اي تمام، ويكون من خلال ريفيرس ترانسكريبتيز، وهذا كان ممكن يحصل عندي بوان سايكل. وبعد هيك تعمل بي سي ار، ممكن الحين تعمل ديتكشن او تعمل ريال تايم برضه بي سي ار. اذا في الفيرست ستراند ستريب ممكن يحصل من خلال 42 درجة مئوية وان سايكل في وجود اللي هو طبعا برايمر، وتحول ال ار ان اي الى كومبلمنتري دي ان اي تمام، بس تحويل كمان مولكيول. بعد هيك بيحصل انه هذا الكومبلمنتري دي ان اي كان جنريت، طبعا هو جاي مهم من المسنجر ار ان اي بتاع سنجل ستراند سواء كان لفيروس اند سو اون، تعمل بي سي ار تمام، تعمل بي سي ار وبتعمل كذلك كوانتيتيف بي سي ار، تعمل كوانتيتيف بي سي ار عادي جدا في هذا الامر. طبعا في موضوع الار ان اي، طبعا يكون عندك مسجل ار ان اي عنده بولي اي، ممكن تستخدم بولي تي اساس تحول لكومبلمنتري، بعض الاحيان بيستخدموا سبيسيفيك برايمر، بعض الاحيان بيستخدموا راندوم برايمر اساس يبنوا مين؟ يبنوا اللي هو الكومبلمنتري بي ان اي اللي بيكون عندنا. وبعد هيك هذا الكومبلمنتري بي ان اي السنجل ستراند الموجود عندي هنا، هذا السنجل ستراند بس بضيفوا انزيم ار ان ايز، بحطم لي الار ان اي تمام، وبصير بعد هيك عمليه اللي هو وجود الان سنجل ستراند عندنا، في وجود دبل برايمر الريفيرس والفورورد معناته هتتحول هذه الكومبلمنتري دي ان اي سنجل ستراند الى بعد هيك الى دبل ستراند كومبلمنتري دي ان اي، وبنقدر نفحص اللي هو قديش طبيعه الكوبي نمبر اذا معنيين بالريال تايم او مثلا نشوف البي سي ار بشكل عام. هاي فكرة اللي هو الريفيرس ترانسكريبتيز بي سي ار. ان شاء الله المرة القادمة حنتحدث على المولكولار كلونينج، ويعطيكم العافية والسلام عليكم.